اتصل مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى مملكة البحرين. وقد وصلت سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقبالها رئيس المراسم الملكية وجرت لها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية الإيطالية، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين وإيطاليا وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات، متمنيا للسفيرة التوفيق والنجاح في مهامها الدبلوماسية. وقد نقلت السفيرة إلى جلالة الملك المفدى تحيات رئيس الجمهورية الإيطالية وتمنياته لجلالته بموفور الصحة ولمملكة البحرين ولشعبها دوام التقدم والرخاء. كما وصل سعادة السيد محمد نذر الإسلام سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين، متمنيا جلالته للسفير كل التوفيق لتعزيز علاقات التعاون مع البحرين، فيما نقل السفير إلى جلالة الملك المفدى تقدير رئيس جمهورية بنغلاديش متمنيا لمملكة البحرين ولشعبها دوام التقدم والرقي. حضر المراسم الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. الملك المفدى سلام.